مرحبا يا جماعة، كيف حالكم؟ معكم أحمد من قناة ديجي بدو. ديجي بدو يعني البدوي الديجيتال، البدوي الديجيتال، أوكي؟ ويعني إيش؟ يعني تعرف كيف البدو بترحلوا من بين شو، يعني بيمسكوا الحلال تبعهم والبيوت تبعهم وكل إشي، وبروحوا على بقربوا على المي. طيب هسه أنا بالضبط هيك بعمل، بس عن طريق الإنترنت. كيف يعني؟ أنا برحالة وبشتغل على الانترنت. عملت هاي الشغلة لآخر 8 سنين، رحت تقريبا على 35 دولة، وأنا هون بالصفحة هاي عشان أحكي لكم بالضبط كيف تعملوها. بشوفكم بعد الفاصل. مرحبا يا جماعة، كم مرة هذا الفيديو بدي أحكي لكم عن 5 أشياء ممكن تعملهم عشان تقدر تسافر، شو اسمه، تقدر تسافر او تلف الكوكب تقريبا ببلاش. طيب اول اشي، طبعا هاي الشغلة المفروض بديهية بس في ناس كتير ما بتعملها، روح واعمل جواز سفر. من الاخر روح اعمل، خلص الفيديو هذا واطلع روح اعمل جواز سفر، انتهى الموضوع. لانه في ناس كتير موجودة لسه ما عندهاش جواز سفر، بدأت تسافر وشغلة زيك لسه حتى جواز سفر مش موجود. هاي الشغلة الاولى. طيب الشغلة الثانية، بدك تقرر وتخطط أول سفرة إلك تكون على دولة أنت مش بحاجة لفيزا إلها. بالنسبة لنا إحنا بالأردن في تركيا، في لبنان، في مصر، في ماليزيا، في تنزانيا، في إندونيسيا، في هونغ كونغ، في هسا جورجيا كمان. جورجيا بيعطوك سنة كاملة بدون فيزا وانتهى الموضوع، تفوت تقعد هناك. طيب الشغلة الثالثة، بدك تختار الدولة تكون رخيصة. أوكي، هلا انا مثلا لما رحت على اوروبا لفيت كل الدول الرخيصه باوروبا ولا قربت على الدول الغالي بالمره، لما صار معي مصاري رحت على الدول الغاليه. اوكي، فهي الشغله انت بدك تحط براسك انت قديش معك مصاري، قديش انت بدك تصرف على هيك السفرات. اوكي، يعني انا مثلا كنت لما كنت في التشيك ريبابليك كانت ليلتي ب $5، يعني 3-3.5، يعني وجبه شاورما سوبر. طيب فالشغله ملهاش دخل في الموضوع انه انت يعني بدك شو اسمه، بدك تروح على مكان، بدك تسافر ولا لا. انت الفكره انه بكيش تضلك تسافر زي ما كل حدا بسافر. انت مش سائح، انت رحاله، انت مش رايح سياحه، انت رايح تتعرف على الناس، تتعرف على الكلتشر تبعتهم، تتعرف على الثقافه تبعتهم. فبدك تروح على مكان رخيص وانت بتقدر عليه عشان تنبسط اكثر. لانه عن جد يعني انت لما تروح على مكان غالي كثير يكون كل تفكيرك المصاري، كيف راح نمشوك المصاري اللي معك للمدة اللي انت رايحها. بس لما يكون مكان رخيص، مثلا مكان زي تشيك ريبابليك بأوروبا، مكان زي الهند أرخص مكان ممكن تروح عليه. لما تروح هناك يعني لو معك 5 ليرات ولو معك 1000 ليرة نفس الإشي، لأنه ما بتفرق، فهمت علي؟ ما أنت مش بحاجة لمصاري كثير عشان تنبسط بالهند مثلا. فعشان هيك أنه فكر في الموضوع، فكر وين بدك تروح، اختار تكون الدولة رخيصة على قد حالك، حاول تكون أرخص. حتى يعني أهم شيء أنا دائما شو بعمل، بروح بلاقي أكثر دولة أرخص من الأردن بروح عليها. هاي الشغلة كثير مهمة. طيب الشغلة الثالثة، حاول، أو الرابع صرنا الشغلة الرابعة سوري الشغلة الرابعة، حاول تكون تعرف ناس من المكان اللي انت رايح عليه. طيب هلا كيف ممكن تعرف ناس؟ انت عمرك ما طلعت من الاردن، عمرك ما تعرفت على ناس، او البلد اللي انت فيه عمرك ما تعرفت ناس من برا. بدك تستخدم السوشيال ميديا، مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام، تحاول تعرف على ناس موجودين بالبلد اللي رايح عليه. يعني انت رايح مثلا على تركيا، في جروبات كثير يعني على الفيسبوك ممكن تلاقيها انه شو اسمه العرب في تركيا ولا شيء زي هيك. ممكن تروح تدور هناك وتحكي لهم انه والله يا جماعه انا رايح لهناك، وإذا في حد عنده مجال إنه يفرجيني المدينة باليوم الفلاني وهيك. هلا في مواقع متخصصة كثير بهيك سوالف، هيك أشياء يعني متخصصة بالضبط بالسلافة هاي، اللي هي إشي زي موقع كاوتش سيرفينج. هو موقع من خلاله ممكن تتعرف على ناس هم من الناس اللي عايشين بالبلد هذيك، ومستعدين يساعدوك بكل شيء انت بحاجه له بموضوع شو اسمه التعرف على المدينه هناك. طيب هلا كمان كاوتش سيرفينج هذا عباره عن مكان ممكن تلاقي فيه مبيت ببلاش. كيف يعني مبيت ببلاش؟ هلا موقع
كاوش سيرفينج، في تقريبا حاليا في تقريبا 10 مليون بني ادم او اكثر من كل مكان بالدنيا، عندهم تخت وعندهم كنبايه فاضيه، وممكن يسمحوا لك انت تيجي تنام عليها لمده معينه ببلاش. الشيء الوحيد مقابل هاي الشغله هي التبادل الثقافي، انت تتعرف على الثقافه تبعته، هو يتعرف على الثقافه تبعتهم. انا كثير استخدمت كاوتش سيرفينج، كنت دائما اروح اطبخ لهم مقلوبه، كل مكان رحت عليه بالكاوتش سيرفينج كنت اطبخ لهم مقلوبه، معي عده المقلوبه تبعتي، البهارات اهم شيء، وكنت اروح اطبخ لهم مقلوبه. يعني هو يسمح لي اقعد عنده ليلتين ثلاث وانا اروح اعمل لهم مقلوبه واعرفهم على العادات والتقاليد العربيه، كون معي الشماغ الاحمر وافرجيهم شو يعني الشماغ الاحمر والحكي هذا كلياته، عشان افهمهم انه والله احنا ممكن نتبادل ثقافيا واحنا كثير قراب عن بعض، وعشان ادوقهم من الاكل تبع الاكل الاردني يعني. طيب هسه الشغله الخامسه والاخيره، اهم شيء انك ما تستنى. يعني انا عارف في كثير ناس انه بيحطوا يعني بيكون في حاجز كبير هو حاجز المصاري. طيب بصراحة يعني انك انت موضوع المصاري انه مهم طيب، بس مش بالدرجة اللي انت بتتخيلها. طيب الشغلة مش لهالدرجة صعبة، الشغلة مش لهالدرجة غالية كمان. يعني فعليا انا لو بدي اروح مثلا هسه حاليا لو بدي اروح اسافر على قبرص، طيب قبرص هسه في عندك راين اير، ارخص شركه طيران بالدنيا كلياتها. صار في عندنا هسه شو اسمه رحلات من عمان لقبرص، ممكن عن جد اذا انت شاطر ممكن تلاقي رحلات ب $2 $2 ارخص من سندويش الشاورما عندنا بالاردن حاليا. تروح من عمان لقبرص ب $2 بالاخر. هناك بتلاقي بيت شباب او هوستل، هذا المكان زي الاوتيل بس بدل ما انت تاخذ غرفه لحالك بتكون انت عايش مع مثلا 4 ولا 6 ولا 12 حدا بنفس الغرفة، عندك تختك الخاص وبتدفع لك $5 to $10 مثلا. فأحسب حساب، قول دفعت الطيران رايح جاي $20 $50 ورحت قعدت لك 3-4 ليال هناك دفعت لك $40 طيب، وأكل وشرب شغلة زي هيك كمان خلال 4 أيام مثلا $100، هاي كله عبعضه أنت رحت على بلد تانية وقعدت هناك 5 أيام وأكلت وانبسطت وتعرفت على ناس كتير وكل هاي الشغلات وما دفعتش أكثر من $200 يعني $140 أردني. أنت لو بدك تطلع فعليا، أنت لو بدك تطلع ليلتين ورا بعض عندنا بعمان راهن عليك صح ولا لا؟ فالشغلة هي بس بدك تفكر فيها إنه خلص أنا بدي أعمل هاي الشغلة، إنه وبدي أحاول بأي طريقة من الطرق إنه أسافر هاي السفرة وبس يعني. وبس هسا على كل حال اذا انت حاب تسافر ومعك شوية مصاري طيب ومش عارف شو تعمل، اكتب لي بالتعليقات تحت او بتعمل لي اد على فيسبوك او على تويتر او على اي مكان واحكي معي شخصيا وانا بزبط لك الرحلة تبعك. شو بدك احلى من هيك؟ اوكي كان معكم احمد من قناة ديجي بيدو، يعطيكم الف عافية واشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.